صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هو ولي أمر المسلمين الذي نرجع إليه في أمور الجهاد؟ إذا كنت ما تعرف ولي أمر المسلمين فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. أنت وين تعيش بها الآن؟ وين تعيش بها؟ ما أنت بتعيش في هذه البلاد ولها ملك ولها ولاة أمور؟ هذا ولي أمر المسلمين. نعم.